بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات ظريفه جدا. بصوا، اول وصفه هنعمل فراخ مشويه بصوص طماطم، ظريفه جدا. هنعملها بالدبابيس، دبابيس الفراخ، هتعجب الولاد قوي وشكلها حلو وطعمها ظريف قوي، وكمان مقاديرها كلها بسيطه جدا، ان شاء الله تعجبكم. وهنعمل الوصفه الثانيه صينيه بطاطس بالكفته بس بشكل مختلف، يعني بطاطس معاها شويه خضار، فلفل الوان وطماطم وكده، وهنعمل لها كفته في السيخ، ظريفه جدا وشكلها حلو، وتبقي عملتي كده الغدا بسرعه، يعني صينيه كده فيها كل الخضار مع كفته، جميله جدا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والوصفه الاخيره هنعمل اكواب المهلبيه بالشوكولاته، زي اللي بنجيبها من السوبر ماركت اللي هي المغلفه دي، الولاد بيحبوها جدا، بتبقى بطعم الشوكولاته كده مهلبيه حلوه قوي. هنعملها بسيطه ومش هتاخد منك ابدا اي وقت، تقدري تعمليها لهم بدل ما نجيبها من بره ياكلوها، ينبسطوا بيها قوي ان شاء الله. اول وصفه بقى الدجاج المشوي بصوص الطماطم. بصوا يا شباب، انا معايا دبابيس فراخ تقريبا، دولت ايه، 1 2 3 4 5 6 6 ست دبابيس الفراخ بالجلد بتاعهم. معايا فصين من الثوم المفروم، معايا كوبايه من ميه البصل، وانا قلت لكم قبل كده ميه البصل يعني بتجيبي بصلايه او بصلتين كده كبار وتبشريهم بالمبشره بشر ناعم، وتحطيهم في طبق وعليهم رشه ملح، يا دوب بس دقيقتين ثلاثه بتلاقي ايه البصل نزل ميه، بتلميه كده على جنب كده في الطبق، فتلاقي تفصيل الميه لوحدها والتفل لوحده. احنا بقى عايزين ميه البصل دي تبقى تحفه، تمام؟ ونخلي التفل هنستخدمه في الوصفه اللي بعد كده بتاعه الكفته، فيعني ميه البصل وتفل البصل دايما بنستخدمهم، فافصليهم وتقدري تستخدميهم في اكتر من وصفه سواء اذا كان ده او ده. نص كوبايه من صوص الطماطم بيتي هاينز اللي احنا هنحطه في التتبيله، فظيعه. معلقه صغيره من عصير الليمون، معلقتين كبار من الخل الابيض، ملح وفلفل اسود، وبس خلاص. هنحتاج ممكن رشه بقدونس خفيفه كده، انتوا عارفين انا ايه، بحب ارش بقدونس وبس. وصفه سهله جدا. نجيب بس هنا كده بوله ونحط فيها التتبيله كلها. كوبايه من ميه البصل، ميه البصل دي في المشاوي عامه سحريه، حلوه قوي، احسن من التفل البصل نفسه. تفل البصل بيتحرق على المشاوي ما بيبقاش ظريف. عايزين نجيب ايه، اين الاسباتيولا؟ اهي، تعالى يا توم، فصين توم بس كده مش كتير، علشان ما يبقاش التوم طعمه حاد قوي يضايق. ملح وفلفل، تمام. عايزه احط ليمون وخل، معلقه كبيره من عصير الليمون، ومعلقتين كبار من الخل الابيض اهو. ومعانا بقى ايه، صوص الطماطم بيتي هاينز، هناخد منه تقريبا نص كوبايه، هتبقى كفايه جدا مع الست دبابيس او حتى ممكن 8 كمان. نص كوبايه بس كده، اصلا ريحتها حلوه جدا، يعني الثوم مع ميه البصل، صوص الطماطم، ملح وفلفل، ليمون، خل، بصوا يعني تركيبه اصلا بسيطه جدا، هتعمل طعمه في الاخر حلو قوي. وادي افخاذ الدجاج هنحطها، هم هنا جايبين لي افخاذ دجاج ايه، محترمه كبيره قوي كده وظريفه يعني مش اي حاجه. بتسيبيها بقى في التتبيله، بتاخد لها تقريبا يعني بالقليل نص ساعه، لو عارفه بقى تسيبيها ساعه ساعتين، او تعمليها من بالليل والصبح تحطيها في الصينيه وتدخليها الفرن، او تشيليها في كيس بالتتبيله كده زي ما هي في الفريزر، ما تبقي عايزه تعمليها بتطلعيها من الفريزر تاخد درجه حراره الجو، وتقومي فردها على طول في الصينيه وتتشوي، بتبقى ظريفه جدا. عايزه اجيب بقى صينيه عشان ايه، نفردهم في الصينيه وندخلهم الفرن يتشوى. اهي دي صينيه، صينيه فرن عاديه خالص، وندخلهم كده نرصهم. كده فرن بقى سخن درجه حراره 200، هياخد تقريبا في حدود ساعة الا ربع بالكتير.
تمام كده، ساعه الا ربع، لان الافخاذ طبعا ما بتاخدش وقت قوي زي اللي هتبقى مثلا فرخه كامله يعني مش متقطعه. انا بحاول احط شويه من التتبيل عليها كده من فوق، لان هي طبعا ما خدتش حقها انها تقعد في التتبيله مده، وانا طبعا محضره شويه حلوين اتشووا وتمام التمام علشان ايه ما ناخدش وقت كتير نستناهم يتشووا. بس كده انا هدخلهم الفرن وعندنا فاصل. تمام، زي ما اتفقنا درجه حراره 200، هياخد له تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع، يعني تابعيهم كده هتلاقيها خدت لون وبقت ظريفه. هتنزل صوص الميه بتاعتها، ممكن بالفرشه ترجعي تدهني تاني عليها، وبالهنا والشفا. فاصل بقى بسرعه جدا ونرجع نعمل صينيه البطاطس بالكفته اللي في السيخ دي، خطيره، خليكم معانا. انا جيت. هنعمل بقى دلوقتي مع بعض صينيه البطاطس بالكفته، ظريفه جدا جدا. بصوا هقول لكم المقادير واقول لكم الفكره. معايا بطاطس متقطعه مكعبات، اي كميه بقى، يعني الموضوع بتاعك انت اللي هتفردي في الصينيه وتحطي الكميه اللي انت عايزاها. معايا كمان بصل متقطع مكعبات شبه البطاطس عشان كله يبقى لايق على بعضه. معايا فصين من الثوم المفروم، معايا فلفل الوان متقطع مكعبات، ممكن طبعا فلفل اخضر بس مفيش مشكله. طماطم متقطع مكعبات، معايا مكعب واحد بس مرقه، معايا كمان معلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم، ملح وفلفل اسود، بابريكا، وكمان اللحمه بقى اللي احنا هنحطها عليه ده كده الخضار مع التتبيله طبعا ملح وفلفل. وهنحط بقى لحمه مفرومه هنعملها كفته، هنحط لها تفل بصلايه كبيره اللي احنا خدنا الميه بتاعته في تتبيله الافخاذ الدجاج المشويه، هناخد بقى التفل نحطه مع الكفته. ومعايا كمان معلقتين كبار من البقسماط الناعم، معايا بيضه ملح وفلفل اسود ورشه من جوزه الطيب عشان نعمل الكفته. وبس خلاص، وصفه بسيطه جدا. عايزين نطلع اول حاجه اقول لكم، نحط الخضار الاول، هنحط البطاطس كده، الفلفل الالوان، كميات زي ما قلت لكم اللي انتوا عاوزينها حسب ما انت عايزه تحطي، مش مقدار معين. البصل، نحط مكعب مرق فتفيته كده عليها من فوق، ونحط ثوم، بابريكا، ملح وفلفل، ملح فلفل كده، وبعدين معجون صلصة الطماطم، حط كده معلقة كبيرة. وهقلب الكلام ده كله كده بايدي او بمعلقه، يعني زي ما تحبي. بما اني لابسه الجلوفزات فانا بسهل على نفسي كمان عشان اتاكد ان كل الحاجات اختلطت ببعضها. تشكيله خضار ظريفه جدا. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ عايزه اجيب صينيه، او يعني لو عندك صينيه بايركس، عندك صينيه اللي هي التفال، اي حاجه، الجرانيت، اي حاجه من الحاجات دي كبيره كده. هبتدي بقى احط فيها الخلطه اللي احنا عملناها بتاعه الخضار، نفردها كده. ايوه، بالظبط كده. بس عايزه بقى اشيل كل الكلام ده ورا علشان بقى ايه نجهز لها اللحمه. انتوا خلوا بالكم انا ايه، هتلاقوني ما عملتش يعني ما حطيتش ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، لاني هحط اللحمه المفرومه وهعتمد على ان اللحمه المفرومه فيها نسبه دهن، فهتظبط لي الدنيا من غير ما احط ولا سمنه ولا اي حاجه، هتعمل طعم يعني وهتبقى ظريفه. هنجيب بقى بوله تانيه،
هنحط فيها اللحمة المفرومة، يكون فيها نسبة دهن بتفرق بقى قوي، بتعمل طعم كده حلو قوي كده اهو. ملح وفلفل، ملح فلفل، بقسماط معلقتين كبار، رشة من جوز الطيب، تفل بصلاية زي ما اتفقنا نشال منه المية خالص، وبيضة بس كده، نشيل الكلام ده كله دلوقتي على جنب. ومعايا بقى ايه؟ الاسياخ اللي هي الصغيرة دي، لو عندك منها كبير بيقطميها عشان تبقى ايه حجمها صغير. هعجن بس الاول الكفتة دي عشان ايه ابتدي اصبعها، اعملها صوابع على الاسياخ. ممكن تبقى كفتة فراخ مش لحمة، هتبقى برضو ظريفة جدا. وممكن بدل ما تحطيها في اسياخ تعمليها ميت بولز، تعمليها كور كده من فوق، هتبقى برضو ظريفة جدا. هتنزل كل الدهون بتاعتها مع الخضار وهتدخل الفرن تتشوي، تبقي خلصتي الغداء. يدوب مثلا رز بشعرية وطبق سلطة وخلاص. خصوصا بقى ايه يعني الولاد دلوقتي خلاص في المدرسة، فبنبقى مش عارفين عايزين نعمل اكل لأوام اوام، يدوب يعني في نص ساعة تكون الحكاية خلصت علشان الولاد يرجعوا يتغدوا وانتي كمان متبقيش مرهقة يعني. فدي من الوصفات بجد اللي هتبقى ظريفة، فيها خضار قيمة غذائية، فيها لحمة. هنحط بقى ايه كفتة كده. يعني وصفة ظريفة. وهنلف بقى ايه صوابع الكفتة دي حوالين الخضار من فوق. وصفة ظريفة ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. كل واحد من الولاد كده ياخد له سيخ مع شوية خضار في طبق الرز، عظيم. بس كده تدخل فرن سخن درجة حرارة 200، هتاخد لها تقريبا 35 دقيقة. اهم حاجة تتأكدي ان البطاطس استوت، لان هو اكتر خضار فيهم هيحتاج تسوية، واللحمة طبعا تكون ايه استوت. وكفتة الفراخ برضو هتبقى ظريفة جدا. بس ايه اعملها معاكم، عايزاكم تشوفوا شكلها بس قبل الفاصل. عشان تعملوها بقى اعملوها النهارده بقى. اعمليها النهارده بسرعه كده. افخاذ الدجاج خطيره اللي انا محضراها اهي، خلاص خلصت. بصوا شكلها حلو ازاي، معموله بصوص الطماطم بيخليها تاخد لون حلو قوي، وبتعمل طعم كمان حلو جدا في الفراخ. شكلها ظريف جدا، شوفوها يا ريت ان شاء الله عشان تجربوها برضو. اهي شكلها ظريف خالص، متشوت على طول وسهلة. هعمل اخر صباع كفتة علشان قبل ما نطلع الفاصل تشوفوا الصينية على بعضها شكلها عامل ازاي.
كده اهو. تالي الحلقة النهاردة سهلة، كلها حاجات كلها ظريفة. بس كده اهو خلصنا الصينية. بصوا يا جماعة، ده بيبقى شكلها كده ظريف جدا اهو. هتدخل الفرن تستوي بقى براحتها زي ما اتفقنا. هياخدوا نفس وقت التسوية الكفتة والبطاطس، يعني مش تدخليها الاول وبتاع، لا يعني دخليها على وضعها ده كده. هتستوي كلها زي ما اتفقنا 35 دقيقة مثلا ولا حاجة. تأكدي بس ان البطاطس استوت. لو حسيتي انها شربت، هي طبعا الخضار هينزل ميته والكفتة هتنزل كل البهاريز بتاعتها والدهن بتاعتها وميتها كله، فمش هنحتاج لها ميه خالص. لكن لا قدر الله لو حسيت انها ناشفه سنه ومحتاجه تزودي لها ميه، او انت عايزاها يبقى ليها صوص علشان الصوص نفسه يبقى من على الوش كده تاخدي تكريم على الرز، يبقى حطي لها ميه سخنه. انا عن نفسي مش هحط لها اي حاجه، هكتفي بكل الميه اللي هينزلها الخضار والكفته واللحمه وهاكلها كده بصراحه. انتوا حرين بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه. فاصل بقى بسرعه جدا عشان نعمل البودنج اللي بالشوكولاته اللطيف اللي الاولاد الصغيرين كلهم بيحبوه، فخليكم معانا سوف اعود ان شاء الله. انا جيت. هنعمل بقى دلوقتي اكواب المهلبيه بالشوكولاته، تمام؟ ظريفه جدا. هقول لكم المقادير. معايا 3 كوبايات من اللبن، تمام؟ 3 كوبايات لبن عليهم 3 معالق لو انت عايزه تزودي الكميه، 4 كوبايات لبن يبقى 4 معالق نشا. كل كوبايه لبن عليها معلقه كبيره كده حلوه مليانه من النشا عشان يربط حلو ويبقى قوامه ظريف، تمام؟ معايا كوبايه من الشوكولاته المجروشه. للثلاث كوبايات كوبايه واحده من الشوكولاته المجروشه، يعني كوبايه اللبن الواحده عليها تقريبا تلت شوكولاته مجروشه، تلت كوبايه. تلت كوبايه يعني اكتر من الربع معلقه، تمام كده؟ عشان انا بقول لك بالتفصيل عشان لو انت عايزه تعملي كميه اكبر فتعايري دايما بالكوبايه، تمام؟ معلقه كبيره من الكاكاو الخام، ممكن نزود شويه، ممكن نخليها معلقه ونص حسب، يعني الكاكاو هنا بقى حسب ما انت عايزه. عايزاه يبقى غامق قوي، عايزاه يبقى فاتح شويه، يعني الموضوع بتاعك انت. تقدري تزودي كاكاو طول ما انت ايه حاسه ان هو لسه فاتح، بس بتقدري تعرفي امتى، يعني لما بيدخل في ان هو يتقل اللون بيبقى واضح اكتر من الاول، فاهمين؟ انا هوريكم دلوقتي الفرق. ومعايا كمان كريم شانتيه بقى، ممكن ايه نزوق بيه. عايزه تحطي برده رشه فانيليا ممكن، بس انا ايه عشان في كاكاو وفي شوكولاته مطبخ، فالاتنين دول هيغنوا خالص عن ان احنا نحتاج فانيليا. اول حاجه هعملها هو اللبن، هنحط عليه النشا وندوب النشا في اللبن وهو بارد كده عشان ما يكلكعش ويضايقنا كده اهو. 3 كوبايات لبن عليهم 3 معالق كبار من النشا. وصفة ظريفة جدا للعيال الصغيرين كلهم بيحبوها. تقدري كمان تعمليها لهم في المدرسة في الأكواب البلاستيك، طبعا البلاستيك الصحية الصغيرة دي، مع معلقة ياكلوا كده زي الزبادي، يبقى ظريف قوي. هنحطه بقى في الحلة. اتأكدت كده ان النشا داب هنا اهو، واحط بقى الكاكاو. كاكاو خام او كاكاو محلى براحتك اللي عندك في البيت، يعني نقلب كده. بس هو طبعا الكاكاو الخام احلى، نكهته احلى وافيد، يعني هو في جميع الاحوال احلى. لكن لو انت عندك كاكاو محلى دلوقتي موجود في البيت مفيش مشكله خالص، تقدري تستخدميه. ندوب كده بصوا دلوقتي لونه عامل ازاي، لونه فاتح، ولسه كمان لما تحط له الشوكولاته هيفضل برضو لونه فاتح. كوبايه من الشوكولاته، شوكولاته المطبخ المجروشه، هتعمل طعم بقى وهتدي التسكيره كمان، يعني يبقى مسكر، مش محتاجين ابدا ولا نحط سكر ولا نحط عسل في المرحله دي. وانت بتقلبي
هتحسي ان اللبن لونه فاتح فتنخدعي بقى وتقولي لا ايه ده، احنا عايزين نحط كاكاو تاني. تفضلي تحطي في كاكاو تحطي في كاكاو على اساس ان هو لونه يغمق. انا عايزه اقول لك ان في المرحله دي ما بيبانش لسه درجه اللون بالظبط، اول ما يبتدي بقى يسخن اكتر هتلاقوا لونه اغمق اكتر من كده، هيبقى باين. هتشوفوا دلوقتي انا هو عمال اقلبه، مش هعمل اي حاجه تانية، وانت مش المفروض تسيبيه خالص علشان ما يكلكعش. كده وهفضل ايه اقلب فيه، ما انا بنضف الحواف يا استاذ احمد. الله الكاميرا فوق دماغي، اعمل ايه طيب؟ بيقول لي انت داخله في الحله. دي دقه في الاداء، داخله في الحله بمغامره. هنفضل نقلب، هنلاقي الشكل اختلف، هتشوفوا معايا حالا دلوقتي. درجة اللون هتبتدي تغمق لو خدتوا بالكم، بصوا غير أول ما كنا حاطينه. هي عامة خدوا المقادير اللي أنا قلت لكم عليها دي واعملوها بالظبط من غير ما تزودوا كاكاو، هيطلع لونها حلو. هي بس بتبقى المشكلة كلها في إيه؟ إن أنواع الكاكاو بتختلف، ففي نوع تفضلي تدلقي الكيس كله ما يعملش لون خالص. وفي نوع معلقة واحدة تشقلب الدنيا. بصوا دلوقتي اهو، هو دلوقتي سخن وهيبتدي يغلي واخد لون. بصوا عامل ازاي لون الشوكولاته بقى الغامق الحلو اهو، هو ده اللون الصح. فانت لازم تصبري عليه شويه وتتاكدي، اصلا شم ريحته يا جماعه حلوه جدا. هو كده ايه بيغلي، هو كده خلاص. بس هشيله بقى من على النار، حطه هنا كده. ومعايا بقى هنا الاطباق الظريفه او الكاسات اللي هتحطي فيها، او حتى العلب البلاستيك زي ما اتفقنا. الولاد تقدري تعملها لهم في المدرسه، بس بيبقى ايه سمكه ظريف جدا. ناخد كده، بصوا عامل ازاي هايل وسهل خالص، ونفس الطعم بتاع بره. نحطه هنا كده، بس ادي اول واحد. تقدري كمان ممكن ايه تحط لهم اي فاكهه جواه كده، موز مثلا ولا حاجه، او مكسرات. صح يا ياسمين، انت جعانه يا ياسمين شكلك. كده وفرصه طبعا وهو سخن ان انت تنضفي الحواف برضو عشان هي بتنشف، بيبقى شكلها مش ظريف. هو انتوا صحيح اللي هتاكلوا يعني في البيت، محدش يعني، او لو عاملاها للضيوف بقى، بس برضو ان الحاجه يبقى شكلها حلو دي حاجه مهمه. كده اهو، بس يا جماعه شكله تحفه، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. هحطه ايه هنا كده، ودول طبعا في اتنين عاملاهم انا من قبل كده، ظريف قوي. انا عايزه انضف ده، عندي بقى كريم شانتيه، ممكن نحط له كريم شانتيه ولا حاجه. هو تسيبيه بس كده ياخد درجة حرارة الجو وتدخليه في تلاجة. تعالى يا كريم شونتي. ايوه ده دخل التلاجة خلاص، ده لسه سخن حالا لسه عاملينه. فانا حتى اللي سخن حالا ده لسه مش يعني مش هحط له كريم شونتي لانه هيسيح، لكن انا ممكن احط بقى ايه مثلا هنا كده اهو، علشان كده اهو كده اهو، يعني عشان ايه تبقي عملتي حركه برضو. ممكن كمان ايه بقى، عندنا كريز، عندنا كريز والله ظريف هنا، ممكن نحط منه، وخصوصا على الايه اللي لسه سخنه
اللي مش عارفين نحط لها اي حاجه. ماشي، ودي كمان كده احنا حلوه، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. وريحته يا جماعه ظريفه جدا. هشيله بقى احطه هناك. بس كده. وطبعا الكفتة بالبطاطس، بصوا شكلها ظريف جدا، حطيت لها بس شوية بقدونس كده في النص، خطيرة جدا. واللي نية دي لسه موجودة، هي لسه ما دخلتهاش الفرن عشان الفصل خلص بسرعة فقلنا نرجع. ان شاء الله ان شاء الله يا رب تكون الحلقة عجبتكم ووصفات ظريفة. عملنا ايه؟ اول حاجة عملنا افخاذ الدجاج المشوية في صوص الطماطم، واستخدمنا فيها صوص طماطم بيتي هاينز، حلوة جدا وسريعة وسهلة وخطيرة. والوصفة التانية عملنا صينية بطاطس بالكفتة، ظريفة جدا جدا وفيها بصل وفلفل ألوان، يعني هي كلها على بعضها كده ظريفة مع اللحمة كمان، تحفة وسهلة جدا، إن شاء الله تعجبكم. وآخر وصفة عملنا بودنج الشوكولاتة، سهل قوي زي اللي بيتباع في المحلات وزي اللي بيتباع في السوبر ماركت المغلف ده، الولاد كلهم بيحبوه وهو بسيط خالص، مش هياخد منك ابدا اي حاجه. ان شاء الله الوصفات تكون عجبتكم وتجربوها، واستنوني بكره بقى الساعه 2. باي باي.